اجمعين. السيد العامل صاحب الجلاله على اقليم خبيسات، السيد الكاتب العام لعماله اقليم خبيسات، السيد مقاوم العقيد جناح بن عاشير، الساده الاساتذه الباحثون المتحدثون في هذه الندوه الفكريه، السادة رجال السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية، السادة رؤساء المصالح اللامركزة، السيدات والسادة المنتخبون، السيدات والسادة ممثلو الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، السيدات والسادة المنتمون لأسرة المقاومة وجيش التحرير بهذه الربوع المجاهدات، معشر الحضور الكريم، إنه لمن دواعي الاعتزاز والافتخار أن تتأم هذه الندوة الفكرية، وهي واحدة من سلسلة ندوات لأبناء على أقليمها برحاب عمالة إقليم خبيسات بتعاون مع السلطات الإقليمية وأسرة المقاومة وجيش التحرير. كل مناسبة للحلول ذكرى انطلاق عملية جيش التحرير من مدينة خبيسات وربوع زنمور، وهي مناسبة لإحضار ذكرى هذا الحدث التاريخي اللي هو واحد من المحطات التاريخية اللي يزخر بها تاريخ بلادنا، ومن ثم كان واجب علينا انه نحتفل بهذه الذكرى ونستحضر ما تنصح به من امجاد وروائع للكفاح الوطني وما تختزنه من منظومه وحموله ثقيله للقيم، القيم الدينية والقيم الوطنية والقيم الأخلاقية والقيم الإنسانية اللي يحملها الجيل الأول والرأي الأول ديال النساء والرجال المقاومة وجيش التحرير. فهذا الوقوف عند المحطة التاريخية وفي موعدها اللي هو 17 أبريل من كل سنة هو نعتبره واحد الواجب، واجب نحو الدافية التاريخية الوطنية من أجل صيانتها، وكذلك من أجل تثمينها وإغنائها، لأنها تشكل مكون أساسي من رأس المال اللامادي ديال بلادنا، واللي أكد عليه الخطاب ديال العرش لجلالة الملك لسنتين. لذلك حنا نرى ان من واجبنا باش تكون عندنا هذه الوقفه لاستحضار هذا الحدث التاريخي العظيم ونتناولوا من خلال واحد الندوه فكريه اللي غادي يسلطوا فيها الاضواء المتحدثون والباحثون والمؤرخون باش هذاك الرصيد ديال هذا الحدث التاريخي نزيدو نغنيو ونزيدو نتعمقو فيه باش نقويو وننميو المعرفة التاريخية حتى تتمكن الأجيال الجديدة، أجيال اليوم وأجيال الغد، باش تعرف تاريخها على حقيقته وفي شموله. فاحنا عندنا واحد الأمانة، نحن
مطوقون بها الأمانة ديال إيصال هذه المعرفة التاريخية وإيصال الصفحات المشرقة من تاريخ بلادنا للأجيال المتعاقبة باش تقوى فيها الروح الوطنية وحب الوطن والاعتزاز بالانتماء الوطني والهوية المغربية. هذا السياق التاريخي اللي كنا كنعرفوه كيحمل واحد العدد ديال التحديات، ومن هذه التحديات كاين تحدي ديال طمس الهوية، طمس الهويات الوطنية والخصوصيات الوطنية فيما سمي العالم ديال العلماء. أود في بداية الكلمة ديالي باش نتوجه لهذه الشكر وامتنان وعفان للسيد عامي صاحب الجلالة على أكل الخميسات. السيد منصور قفاج اللي أولى ويولي عنايته المهولة تنظيم هذه الندوة الفكرية واحتضانها برحاب عملات إقليم الخميسات. والشكر والتقدير موصول كذلك للمقاوم الفذ العقيد جناح بن هاشم على حرصه ودأبه على التئام هذه الذكرى المجيدة في كل سنة، حيث انك يقدر الوقت يلحل هذه الذكرى دائما تكتف من اتصالات ديالو ومن المسائل ديالو حرصا على التئام هذه الندوة. انا دائما بطبيعة الحال هذا واحد المعيد سنوي اللي هو التزمنا به المندوبية السامية قدماءنا المقاومين وأعضاء الجيش التحرير، وهو اليوم يعني هذا المعيد كيتألف الأجواء اللي كنشوفها لهذا الحضور الحاشي والنوعي من مختلف الأجيال والأعمار اللي يعني كيقوي الإرادة ديال تجديد مثل هذه المناسبات لهذه الذكرى المجيدة لهذه الندوة الفكرية لليوم. بلدنا واحد الموضوع جديد اللي هو اخترنا له العنوان ديال منظومة زمور، منطقة زمور، منطقة زمور ومكانتها في معارك التحرير. هذا الصدد كنستحضرو كل النضالات وكل التضحيات اللي أبلى فيها البلاء الحسن أبناء هذا الإقليم وهذه الروح المجاهدة للوطن اللي كان دائما حارة في قلب التاريخ ديال الحركة الوطنية وديال المقاومة وديال الجيش التحرير، وكان دائما يعني ملتزم بإشاعة القيم والرسائل ديال الوطنية ديال المواطنة واللي كتجعلنا أننا دائما نبغيو نستحضروها في مثل هذه المناسبة. مستشهدين بمقتطف من الخطاب السامي صاحب الجلالة الملك محمد الثالث حفظه الله، هذا الخطاب ديال ذكرى 63 لثورة الملكي والشعب 20 غشت 2016، والذي قال فيه جلالته: إن الاحتفال بالأحداث التاريخية ليس فقط من أجل الذكرى، وإنما أيضا لاستحضار القيم والمبادئ التي ألهمت الأجيال السالمة من أجل بناء الحاضر والتوجه بكل ثقة نحو بناء المستقبل. كان هذا مخطط من النطق السامي
الاحتفال بالمناسبات الوطنيه وبالملاحم والمعارك البطوليه يعني وطنيا وجهويا واقليميا ومحليا. ومن هذه الذكرى هي الذكرى 62 لانطلاق جيش تحرير الخميسات منطقه زمور، هي واحد المناسبه لنا يرد جسور ديال التواصل بين الاجيال وبينها وبين ذاكرتها التاريخيه. وكما يقولون من واجب المواطن الصالح ان يتشبث بتاريخه وان يهتز بامجاد الاسلاف والاجيال والاباء الذين نذروا انفسهم وحياتهم وراحتهم واعزم لديهم من اجل ان تنعم الاجيال اللاحقه بنعمه الحريه والاستقلال والعزه والكرامه. كما تعلمون عشر الحضور الكريم بلادنا المغرب العزيز لم يسلم من الموجبية الاستعمار الأوروبي اللي من قديم كان كيوجه البوصلة ديالو نحو هذا الربوع من الوطن وكيسخر كل الإمكانيات وكل الوسائل خدمة للمخطط الاستعماري. واللي طبعا دا تقسيم ديال بلادنا الى مناطق نفوذ، منطقه ديال الحمايه الفرنسيه، منطقه ديال الحمايه الاسبانيه في الشمال، منطقه الحكم الدولي في طنجه، ثم المنطقه ديال الاحتلال الاسباني للاقاليم الجنوبيه من 1880 اعتقد 84 اللي كانت يعني ذاك الوقت كانت تعتبر ماشي حماية بل احتلال أو استعمار. وغادي يبدا التغلغل ديال المستعمر بداية القرن العشرين، غادي يبدا التغلغل يعني كيكتسي واحد الصبغة يعني ديال صبغة نقولو ثقافية مجتمعية، حيث انه واحد العدد من المستعمرين يعني جاو في الاول يعني في شكل ديال مستكشفين باش يكتشفوا البلاد عفوا مليحه، ومنتحلين كانوا كينتحلوا صفات والقاب عربيه اسلاميه من قبيل واحد سميتو دومينغو الباليا وسمى راسو علي باي العباسي. وهاد المرحلة ديال الاستكشافات وديال الاستطلاع على البلاد على الوطن على الثقافة ديالو على الجغرافية ديالو على المجتمع ديالو كيدخل في سياق ديال يعني بداية الاحتلال النفسي أو المعنوي، بل المستعمر بعث بعض البعثات العلمية اللي خلفوا مالها كتابات وتقارير، بحال واحد الكتاب اللي هو المغرب المجهول ومولاه هو موليراس أوغوست موليراس، ثم كتاب اخر سميتو اسفار المغرب سيكونداك وغيره وغيره، باش نجيبو واحد الجديد هاد من الفكريه من خلال يعني البحث والتقصي والتنقيب على جوانب جديده. بعد المرحله الاستطلاعيه اللي قام بها المستعمر غادا القوى الاستعمارية تفرض
اتفاقيات اللي هي كانت غير متكافئة. هذه المعاهدة هي الأمونية، الأمونية في الجزائر 1845، ومعاهدة اقتصادية عام 1856 على بريطانيا، ثم اتفاقية اللي هي غلاة حوضية تطوان 1856 مع اسبانيا. وهذه طبعا الحال كانت كلها مقدمات لمخطط استعماري عسكري غادي تطرح المعالم ديالو من بعد المؤتمر ديال مدريد ديال 1880 والمؤتمر ديال الجزيرة الحرة ديال 1906 اللي هي تقرر شيء. وثم غادي يبدا التغلغل الاستعماري، احتلال تواس، احتلال وجدة بعد القصف ديالها، جنوبي ديالها، ثم ولوج دار البيضاء اللي كان نفسها أنفا، الاحتلال ديالها بدعوى أن الاحتلال الأجنبي بغى ينتخب من المقتل ديال الطبيب موسى. صيف 1911 باش نجيو لهاد المنطقه ديال المور، الصيف ديال 1911 اي مبكرا وقبل معاهده الحمايه ديال 30 مارس 1912، الجيوش الفرنسيه غادا تداهم حرائز المور باش تنشر القوات ديالها العسكريه والنفوذ ديالها في هذه المنطقه اللي كانت كتعتبرها منطقه استراتيجيه ومحور رئيسي في هذا ما بين تصرفات وتربية. وجندات الإدارة العسكرية الفرنسية العمليات العسكرية الهجومية، جندات واحد العدد الكبار الضباط ديالها، يكفينا نذكروا منهم باش نعرفوا الأهمية اللي كانت عندهم على هذا المنطقة زنبور. منهم الجنرال موني وجنرال بولا وجنرال ديت وجنرال بورو وجنرال دابيز وجنرال بلوندا وغيره. لكن قبائل الزمور لم تقف مكشوفة الايدي باش تتفرج على هذا تقدم وتغلغل ديال الجيوش الأجنبية الفرنسية، فقامت واحد المقاومة. هادشي راه كنقولو 1911، مقاومة من المقاومات الشعبية الأولى اللي واجهت بها على عدد القبائل في الوطن الاحتلال الأجنبي والغزو الأجنبي. كانت المقاومة ديال قبائل زمور مقاومة شرسة، جعلت العساكر ديال الجيش الفرنسي كتعقبهم تابعاهم لمدة ديال 3 سنوات وكتضرب حصار المجاهدين وعلى المقاومين أينما حلوا وتعالوا. وقد أظهرت العمليات الجهادية اللي قاموا بها المجاهدين المستوى ديال المعارك اللي خاضوها الزموريون ومن انضم اليهم من المجاهدين اللي جاوا باش يدعموهم من مناطق اخرى. خاض الزموريون المعارك كانت في منتهى الشده والقساوه، لم يعرفوا خلالها الراحه او النوم أو استراحة. عانت ساكنة هذه الربع المجاهدة الأمرين من الوجود الأجنبي العسكري اللي كان كان يجهز بأحدث تجهيزات عسكرية وآليات حربية، لكن المجاهدين كانوا له بالبرسان
أسقطوا العديد من قادتهم، قادة الجيوش الإسلامية الفرنسية. كما كشفت عن ذلك التقارير، التقارير والدوريات اللي هي متقعة على التاريخ في هذه المنطقة الكئيبة. وكثير ما كانت دواوير ومناشير للقبائل المجاهدة كتحتل، بعد ما مولها كيضطروا للتخلي عنها، كيلجؤوا الجبال لمواصلة الجهاد، كان همهم وهو مواصلة الجهاد. وخيرا يصبحوا في أماكنهم في بيوتهم. دواوير هنا من هذه الربع المجاهدة هاجرت على عينات بأكملها من جراء الجبروت الطغيان ديال المستعمر. وظل هؤلاء المهجرون ظلوا مع ذلك مسكين بالجهاد ديالهم، رافضين الاستسلام، كانوا ينتقلون بين الجبال متعطشين للحرية ومدافعين عن الأرض ومستميتين في سبيل شرفهم وكرامتهم. إن مقاومة أبي زمور التدخل الفرنسي من البداية ديالو تاخد واحد العدد من الأشكال وتأقلمت مع الظروف ومع الإمكانيات المتوفرة. واحد الوقت تاخدت شكل ديال حرب العصابات اللي كانوا كيبتكروها وكي يعني يستعملوا المعرفة ديالهم للأرض والمواقع. فما استطاع شي جيش فرنسي كثير من الأحيان باش يتغلب عليهم، وفي الحالات القليلة اللي يقدر يتفوق عليهم كانت حالات ديال الغدر، ديال الخيانة، ديال الاحتيال. هكذا لم يستسلم مجاهد زمور بالرغم من الوسائل البسيطة اللي كانوا يستخدموها أمام العساكر ديال الجيش الفرنسي المدربة والمدججة بأحدث الأسلحة. تجاوز الزموريون في معاركهم الحدود الترابية لقبائلهم وشاركوا وبكثافة واحد العدد ديال المعارك خارج المناطق ديالهم من قبائل زعيف وبني حسن وقروان وزيان في الأطلس المتوسط وغيرها وغيرها. وستظل معارك نذكر منها غير يعني على سبيل الإشارة، نذكر منها المعارك ديال مشرع بودرة والمعارك ديال غابة ورزين عام 1911 ومعارك ديال وجهة السلطان ديال جبل بوملال والطويجن عام 1912 ومعارك توكرو الماس عام 1913 وغيرها وغيرها. انا كنقول هذا الشيء قصدا كنمشي للتفاصيل باش نبين باننا هما مازال محتاجين اننا نتعمقوا يعني في البحث التاريخي وفي التنقيب وفي النبش على هذا الرصيد التاريخي الغني اللي ما خصوش يكون غيب. كل هذه المعارك كانت عبارة على شمول شموع موقدة تضيء هذه الذكرى اللي كنحيوها بدماء الشهداء الذين سقطوا في ساحة الشرف وسقوا بدمائهم زكية شجرة الحرية والاستقلال والعزة والكرامة للشعب المغربي. الحضور الكريم كان أبناء هذا الإقليم المجاهد كذلك من
السباقين اللي عجلنا بفكر الوطني والانخراط في العمل الوطني في الثلاثينات من القرن الماضي لما بدات الحركه الوطنيه يعني على يدر من انتهاء ديال ناس حمله الكتيعه اللي غادي توقف 1934 مع اخر معقل اللي هو كان معركه ديال ايت عبد الله اللي بداو دانت اقليم وكذلك تهروس من خلتيزميت. فما ان طلعت الحركه الوطنيه حتى انخرط ابناء هذا الاقليم خرطوا في العمل الوطني في نشر المبادئ والافكار الوطنيه التوعيه التنوير ديال فئات المجتمع الزموري بواجب الانخراط في الحركه الوطنيه دفاعا عن المقدسات الدينيه والتوابيت الوطنيه ودودا عن حمى الوطن وحياضه وهويته. كانوا الصباحين وما عادش انا نفصل الاحداث اللي نشر بها لانها معروفه سواء منها فتح مدارس التعليم الحر الى مدرسه للتعليم الحر المعروفه التاريخيه واللي بلورت مهام وادوار في تكوين الناشئه في تكوين الرواد ديال التعليم الحر الوطني. وطبعا الحال كان كذلك واحد الاعداد من المقاومين النساء ورجال المقاومه والتحرير اللي هما ظهروا هذا الاقليم منهم من نشط الاقليم ذاته يعني عبر مناطق كلها ديال الجمهور منهم من نشط في مدن اخرى من الدار البيضاء وطبعا شمال الوطن وغادي نوجدوهم كذلك غادي نخرجوا غادي يتواجدوا ابناء هذا الاخوان المجاهد في جيش التحرير ديال الشمال جيش التحرير ديال شمال الوطن على تاسيسه و تلاقي عملياته في الشمال ثم بعد انطلاق يعني العمليات الاولى ديال ليله فاتح اكتوبر الى ثاني اكتوبر 1955 وغادي نوجدوا بطبيعه الحال انا يعني خير شاهدين راه معنا اللي هو كان موجود حاضر قبل الله امراه هو مقاوم السي جناح العشير اللي غادي يبين بالتفصيل المسار ديال جيش التحرير من هنا من طرف الزمور وهو تحتل اطلس المتوسط في مناطق ديال اقليم خنيفرة ومنها اجدير وواصل طريقه الى الجنوب المغربي حتى الاقصى اقليم طاطا ثم غادي يكون النواة الأولى النواة الصلبة ديال جيش التحرير ديال الأقاليم الجنوبية اللي كان القاعدة ديالو هي بالميريك في كلمين ونذكرو عدد من المقاومين الأفداد من أبناء عبد الربوع كلكم كتعرفوهم سيدي بن بوكر بويري الله يرحمه سيدي الميلودي وغيرهم وغيرهم للذين تحققوا الرفيق الأعلى وطبعا الذين أنقوا الحياة من المقاومين اللي هما أطال الله أعمارهم. قبل ما ينطلق جيش التحرير الأقاليم الجنوبية حنا كنبغي باش نركز على هذه المحطة وحنا كنعيشوا أجواء ديال التبعية من أجل قضيتنا الوطنية الأولى قضية الوحدة الترابية على إثر الاستفزازات اللي كتقوم بها جبهة ديال الانفصاليين بدعمين
مهمين حكام الجزائر. قبل ما ينطلقوا الأقاليم الجنوب المغربي يعني القائد المسلم عليها ديال الميم وسائر يعني كانوا متواجدين سائر الأقاليم الجنوبية من حيث بعمران حتى والذهب. كان انطلاق أولى الفرق منا من منطقة سموة أولى الفرق. وهنا شهادات ديال واحد المجموعة من قادة جيش حريف تشير إلى أن واحد العدد كبير من المقاومين من المتطوعين وراه مكتوب عليهم ومنشور عليهم نوبات المجلدات 10 و11 و12 ديال المصوات الحركة الوطنية والمقاومة جيش اللي هي ناولت الأعلام ديال المقاومة والتحرير. ونذكر كذلك بأنه كاين كثير من البيانات ومن المعطيات التاريخية من عناصر يعني البحث التاريخي اللي هي في المذكرات ديال العقيد جناح بن عشير اللي هو تولى بنفسه تولى يعني إصدار كتاب قيم العنوان ديالو ذكريات تاريخية صفحات مشرقة من تاريخ المقاومة وجيش التحرير. هذا الكتاب اللي هو كتب بالعربية وتم الترجمة ديالو إلى الفرنسية من قبل الدكتور أحمد دروس واللي كنا يعني من ضمن هذه واحد الحدث ديال التقديم اللقاء اللي كان يوم 25 يناير 2014 في مدينة الكويسات مناسبة تقديم ذكرى 70 ديال تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. كل هذه الشهادات اللي هي نطقة في هذا الإصدار وغيره من الكتابة التاريخية ومن الشهادات للباحثين كتبين أن انطلاقة أولى الفرق كانت من مدينة الخميسات اتجاه نفرة ثم تلودانس ثم أولوز وحطوا الرحال بعقاب قبل ما يلتحقوا القيادة لجيش التحرير في قنين. كما أن العقيد جناح بن عشير أشار في كتابه أشار ربما كلمة ديالو غادي يرجع إلى الموضوع أشار إلى المؤتمر ديال تيزيتين. المؤتمر ديال تيزيتين هي منطقة موجودة جنوب شرق مدينة خميسات واللي ترأسو المجاهد المرحوم الدكتور عبد الكريم الخطيب وكان ذلك يوم 10 أبريل 1956 أي بشهور قليلة بعد عودة جلالة الحرة محمد الخامس من النفاق إلى أرض الوطن وإعلان جلالته يا عهد حجر الحماية وإشراقة شمس الحرية والاستقلال. كذلك أبناء المنطقة طلعوا بألوان رائدة وكبرى في تأسيس فرق لجيش التحرير مجموعة من المناطق المحيطة وعلى الخصوص الأطلس المتوسط والأطلس الكبير في الصحراء الشرقية جنوب الشرقي من المملكة. وطبعا ما نساوش كذلك نذكروا أنه إقليم خميسات كان له حضور كبير وقوي حضور قوي المسيرة الخضراء المسيرة الخضراء التي أبدعتها عبقرية جلالة المقولة الحسن الثاني واللي بادر العديد من أبناء هذه الروح المجاهدة نساء ورجال للتوافد على مراكز تسجيل المتطوعين باش ينالوا الشرف ديال المشاركة هذا الحدث التاريخي ديال المسيرة الخضراء ورسموها بأياديهم البيضاء. هكذا كانت الأدوار ديال المقاومة.
حرر القوة في هذا الإقليم المجاهد وقعت عن أعداد ديال أمثلة حية على إيمان أبناء الظهور بقضيتهم الوطنية، قضية الحرية والاستقلال، السيادة الوطنية والوحدة التراثية. حضور كريم ونحن نستحضرها الصباحات، وهذا قليل من كثير وغير من فريد مما يمكن قوله. هذه المناسبة نأكد على أن الاعتماد على التاريخ أمانة، ونحن مطوقون بعد أمانة جميعا، هو من أولى الأولويات ومن أسبق الأسبقيات. الشعوب التي لا ذاكرة لها لا مستقبل لها، بل ولا وجود لها. حري بنا والحال أن تاريخنا يزخر بأروع الملاحم والبطولات والنضالات. حري بنا ومن واجبنا أن نصونه وأن نعمل على تدوينه وتوثيقه. نحن دائما نتأكد على هذا الجانب، نأكد لكل من يهمه من أمر، من المؤرخين، من الباحثين، من الأكاديميين ومن المهتمين بصفة عامة بتاريخ الوطن، باش هذا التاريخ يبقى مولود لنا تتناوله وتتناقله وتتوارثه الأجيال جيدا عن جيد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وهنا كاين واحد العبارة أنا أجنبي بغيت نقولها، وهو أجنبي أوروبي اللي هو بيير شوني، اللي عطى التاريخ واحد المعنى بقوليه. طبعا أنا بقوليه، أخبرني عن التاريخ الذي تكتبه أخبرك من تكون، أخبرني عن التاريخ الذي تكتبه أخبرك من تكون. وهذه المناسبة طبعا نحن هذه الندوة الفكرية المباركة اللي نشكر عليها المنظمين إلى نائبة الإقليمية إلى فوزية نائبة الإقليمية اللوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء الجزائر والدكتور دينها، وكذلك أعمال ديال الإقليم خميسات لمسؤوليها وأطورها، وكذلك الأساتذة الباحثون والمؤرخون ومحققون تاريخ، سواء منهم لأساتذة في المندوبية السامية وقدماء المقاولين أعضاء الجزائر يتحدثوا، أو اللي هما كيعملوا بالحقل الجامعي خارج هذه المؤسسة. الشكر والثناء للجميع على هذه المساهمة ديالهم اللي هي بدون شك على أعطي هذه الندوة فكرية واحد قيمة مضافة، وغادي نعطيها واحد الألق، واحد الوهج اللي جعلنا نتحفزوا ونتشجعوا على مواصلة العناية بالكتابة التاريخية والتدوين والتوثيق التاريخي. بهذه المناسبة في هذه الندوة الفكرية غادي يكون في مجال العادة في المناسبة تكريم ديال صفوة من قدماء المقاومين وأعضاء الجيش جاريين على السنة المحمودة اللي احنا وصفناها في المندوبية السامية قدماء المقاومين وأعضاء الجيش التحرير وداخل أسرة المقاومة والجيش التحرير، وهي السنة ديال التكريم. هذا التكريم اللي هو دائما تنقول باللي واجب علينا نحو هذه الصفوة من خيرة ابناء الوطن اللي هما أعطوا وأسدوا الحرب
بان ترك الاح الوطني من اجل حريه الوطن واستقلاله وسيادته ووحدته، ومنهم ابناء الربوع المجاهده كثير من اللي هما مقاومات ومقاومين اللي تم التكريم ديالهم، العدد راه نسبيا مهم. اليوم غادي يكون التكريم ديال 12 من مقاومين اعضاء جيش التحرير المنتمين والمنتسبين للاقليم المجاهد. غادي نذكرهم سميتهم واحد واحد، لان غادي نقول واحد الكلمه ديال الاشاده حقهم، كلمه ديال التنوير والاشاده قبل ما نسلم لهم اللوحات التقديريه. هما 12 من بينهم شهيد، ثم سبعة من المقاومين المتوفين، يعني مجموع ديال المتوفين هما 8، ومنهم 4 أحياء رحم الله المتوفين وأعطى الله أعمار الأحياء. ومن بين الأحياء كاينة سيدة أذكرهم واحدا واحدا لأهنئهم وأهنئ ذوي حقوق المتوفين منهم، ولأهنئ كذلك الرفاق ديالهم المقاومة وجيش التحرير الحاضرين معنا حتى الذين لم يتمكنوا من الحضور. إنهم الشهيد في سنان مقاوم المرحوم عزة وعزة، المقاوم المرحوم المختار نوحي، المقاوم المرحوم عبد السلام مندور، المقاوم المرحوم بوعزة خالد، المقاوم المرحوم محمد حباط، المقاوم المرحوم مصطفى الزهيري، المقاوم المرحوم حماد بابكي رحمهم الله جميعا وجميع المقاومين وجميع المسلمين. ثم الأحياء منهم يوم 4، وكان بدأ بالسيدة فاطمة كرشال مقاومة، سيدة فاطمة كرشال، ثم المقاوم السيد حمادي كولا، المقاوم السيد عبد الله الزوف، والمقاوم السيد حتاز حيمي. إذن هنيئا لهم جميعا على التكريم اللي هو عرضهم ديال الوفاء وديال الغرور وديال ثقافة اعتراف. الوطن ولاد، الوطن ضار لأبنائه. وإلى جانب التكريم المعنوي لهؤلاء المقاومين وعلى جيش التحرير 12، غادي يكون التكريم المادي مجموعة من المنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير، ومعظمهم من الأراميل ديال قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. غادي يكون واحد توزيع 70 إعانة، 70 إعانة مالية هي غادي توزع بغلاف مالي إجمالي، بغلاف مالي إجمالي اللي هو 85 درهم، 1,500,000. 10 الحضور الكريم، لا نبدا في هذه المناسبة قبل ما نبدا الكلمة ديالي، وحنا كنعيشوا أجواء ديال التبعية المستمرة وديال اليقظة الموصولة من أجل قضيتنا الوطنية الأولى، قضية الوحدة الترابية. لازم من نعلنوا على أن أسرة المقاومة وجيش التحرير الشعب المغربي قاطبة يوقفوا دوما وراء القيادة الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله من أجل الدفاع عن قضيتنا الوطنية الأولى وتثبيت المكاسب الوطنية والانتصار للوحدة الترابية، لأن إن شاء الله وإنهاء الخلاف المفتعل اللي دأب على افتعاله المناوئون والمناورون خصوم ديال الوحدة الترابية.
نلحقوا جميعا يعني المستجدات اللي كاينه الساحه بعد الاستجدادات اللي هي يقوم بها تقوم بالحلول حلول ديال الحركه الانفصاليه واللي الواقع يقوم بها خصوم ديال الوحده الترابيه عندهم حكام الجزائر. وطبعا برهن الشعب المغربي بقيادته الحاكمه جلاله الملك وبرهنوا سائر الفئات ديال المجتمع المغربي وسائر الاطياف السياسيه والمنظمات والجمعيات الثقافيه والفكريه والاجتماعيه والحقوقيه جميع برهن على الاجماع الوطني حول هذه القضيه الوطنيه الاولى في مواجهه الخصوم ديال الوحده الترابيه. وكان الاعلان اللي نذكر به اللي هو الاعلان ديال اليوم الاعلان ديال اليوم اللي صدر يوم 9 ابريل 2018 واللي يجسد القوه ديال هذه الجبهه الداخليه الوطنيه هذه كلها السياسيه ديال جميع المغاربه اللي هما وقفوا بموقف رجل واحد وفي صف واحد من اجل التنديد للاستجازات للخصوم الترابيه ومن اجل توجيه يعني دروس للخصوم الترابيه. و يعني هذه التعبئه اكتسبت واحد الصبغه جديده اللي اليوم كنشوفوا اخبار ديال اليوم هي بانه واحد العدد من الشباب من الاجيال الفتيه من الفئات الفتيه الشباب اللي هما داروا واحد البيان كيعبروا فيه على استعدادهم باش يوقفوا في مواجهه تحديات ديال الخصوم ديال الوحده الترابيه. هذا واحد النداء اللي هو كيعزز هذا الاعلان ديال العيون. وبطبيعه الحال المغرب الحمد لله بكل قواه الحيه وبكل وسائله ومسؤوليه هو يعني في يقظه مستمره وتعبئه موصوله وهي مناسبه باش نتوجهوا بتحيه تقدير واقبال واعتزاز لضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحه الملكيه والقوات المساعده الدرك الملكي الامن الوطني والوقايه المدنيه والاداره الترابيه ولكل المرابطين على الحدود وفي الطهور الذين يجب ان نعلم بانهم يسهرون ليل نهار من اجل صد كل المحاولات ديال الخصوم ديال الوحده الترابيه من اجل حمايه التراب الوطني ومن اجل استكمال الامن والامان والطمانينه في النفوس من المغاربه جميعا وحمايه ارواحهم وممتلكاتهم سواء دبلوماسية رسمية اللي تقوم بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أو كذلك دبلوماسية الشعبية دبلوماسية الموازية دبلوماسية برلمانية دبلوماسية ديال المجتمع المدني ديال الفاعلين الجمعويين. فهنيئا لنا هذه المناسبة اللي كيتجدد فيها اللقاء لقاء ديال تخليد ذكرى 68 ديال انطلاق جيش التحرير من مدينة القبيسات وبالإقليم القبيسات وسائر القبائل ديال زمور وهنيئا لنا كذلك بهذه الندوة الفكرية اللي هي غادي جميعا نستافدوا منها ونغي باش نشكر ونجدد الشكر لكل المتدخلين اللي غادي يقدموا لنا مداخلات
الشهادات وسلطوا الضوء على هذا الموضوع ديال الندوة اللي هو موضوع مهم يستحق الاهتمام. شاكرا ممنونا مرة أخرى السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الخميسات حرصه وعنايته بهذا النشاط ديال اليوم كما بجميع الأنشطة كتقوم بها الندوة السامية من خدماء المقاومين وأعضاء الجزائر اللي كنحيي عليها كذلك السيدة النائبة الإقليمية وجميع أعضاء المقاومة والجزائر جميع المقاومين اللي هما دائما حاضرين وكي يرحبوا دائما وكي يطلبوا دائما مثل هذه المناسبة واللي كنتمنى تشغل هذه الندوة الفكرية إن شاء الله السداد والتوفيق والله ولي التوفيق. وفقنا الله جميعا لما فيه خدمة الصالح العام وخدمة البلاد والعباد تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير المحبوب ولي الحسن وشد أقر جلالته بشفقه صاحب السمو الملكي الأمير الجليل الله رشيد آمين وسائر أعضاء الإخوان الملكية الشريفة آمين ورحم الله شهداءنا الأبرار شهداء الحرية والاستقلال آمين السيادة الوطنية والوحدة الترابية آمين الواجب الوطني شرفاء الوطن وأبنائه الغرنيانين في قريتهم بطل التحرير والاستقلال والمقاومة الأول ذات المفر إلى محمد الخامس آمين ورفقه في كفاح المنفى مودعي المسيرة الخضراء موحد البلاد ذات المفر إلى الحسن الثاني ورحم الله جميع شهداء الوطن وشرفاء الوطن وكل الشرفاء من المقاومين والمناضلين وأعضاء التحرير من هذا الربوع ديال الوطن سائر أرجاء الوطن والله يسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل أعمار الجميع وأن يوفقنا جميعا ويحقق أملنا جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.